اعتقال الصحفيين وتحديدا على خلفية عملهم وأدائهم المهني هو اعتقال مرفوض من الأساس، ويأتي في سياق اشتداد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين، وتحديدا عندما نتحدث عن الاعتقال الإداري الذي يعاني منه الآن 7 من الصحفيين لا يزالون في سجون الاحتلال تحت بند الاعتقال الإداري. الوضع الصحي لمحمد ما زال مجهولا. بالأمس علمنا أنه تم نقله إلى مستشفى أساس الروفين في الأراضي المحتلة عام 48. لم نكن نعرف ما هي ظروف نقل محمد إلى هذا المستشفى، وكان الاحتلال يمنع المحامين من زيارته. كان أصدر بالأمس قرارا بمنع المحامين من زيارته، ولكن المحامي محمد الأستاذ خالد زبرقة أصر على يعني تقديم عدة طلبات في هذا الأمر، حتى استجيب لطلبه صباح هذا اليوم وقام بزيارة محمد في مستشفى أساكروفين. نحن لا نقارن هذا الإضراب بالإضراب السابق، لأن هذا الإضراب دخله محمد أو خاضه وهو منهك القوة. أنتم تعرفون أن 94 يوما من الإضراب حتى لو كانت قبل سنوات ستؤثر على يعني جسد أي أسير يدخل إضرابا جديدا. حين أعيد إلى مستشفى سجن الرملة فقد الوعي داخل إحدى دورات المياه، وسقط أرضا على يده تحديدا على ذراعه، وهذا سبب له ألما شديدا ورضوضا يعني حادة في يده، وطلب اليوم المحامي أن تجرى لها صور يعني أشعة.